يا بنت الحلال الله يلمسك يا بنت الحلال. شو مالك شو فيه؟ ولك وبعدين ضلك استرخص. روح جيب لي لمبة، مش عارفة أكمل الطبخة وبنتك مش عارفة تدرس. الله أكبر الله أكبر يا أم سليم، مش ملحق عليك لمبة. مش ملحق، ما أنت كحت يا أبو سليم. امشي جيب لي لمبة، امشي يلا. حاضر إن شاء الله بتذوي وبخلص منك. شو حكيت؟ بقول الله لا يحرمني منك. ولا منك. يا ماني رايح. الله معك. السلام عليكم. اسم الله عليك يا زلمة، اسم الله عليك وعلى اسمك يا زلمة. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله لبسني يا رجل. قطعت نفسي. استغفر الله العظيم. طيب يا سيدي قول لي ايش بقدر اخدمك؟ شو المطلوب؟ اسمع، انا كل يوم الثاني قاعد بشتري لمبه للدار، يا بتنحرك يا بتطفي لحالها يا بتفكع لحالها يا اما تكملش. طيبك موجود، ما الك الا سراج. سراج يا زلمه، عيب عليك يا زلمه، يسها على دمك. شو سراج يا زلمه؟ شايفني بالدحرث يا زلمه؟ شو هالحكي الفاضي هذا يا عمي؟ شو حراث ومحراث؟ ما انت بتقول لي سراج يا زلمه. سراج ومسراج يا زلمه. لمبة من ماركة سراج. اسمها لمبة سراج. لمبة سراج؟ ايوه. وتعال افرجيك اياها. ورجيني. يعني تفكرني خايف انا؟ اي تعال ورجيني. اسمع، تعرف اذا طلعت اللمبة تنحرق؟ والله يعلم. تفضل يا سيدي. تفضلت يا سيدي. هاي كل الرف هذا لمبات سراج. شايف كيف؟ هاي مكتوب سراج. شايف؟ تعرف تقرا؟ ايوه. وبدي افرجيك اياها يا سيدي. هات اشوف. مش تقول لي سرج ومسرج وتحرف علي. شايف هاي؟ يا زلمة بكعت الجسر. ما تخافش ما تخافش. خربت خربت. هاي ضد الكسر. لا لا ما خربت. أثبت لك. شوف. شو بدي شغلها هسا؟ بتشتغل. خمض عينيك. شايف؟ يا زلمة هذا بكري عليها. هذا شوي بتقول لي إنها اللمبة بتسبح. فعلا هاي اللمبة نوعية سراج بالذات ضد المي. تعرف إذا الحكي مش صحيح والله يا ويلك يا ظلام ليلك. اسمع ها، انا بدي اخذ منها، بس بدي اياك تضمن لي اياها شهرين بصراحه. يا رجل شو شهر وشهرين؟ كل سنه سنتين. ايه شو بتقول يا زلمه؟ والله بحكي جد. مش تكون بتسحب كهرباء؟ لا 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 لا، هاي ما بتسحب. هذه اقتصاديه واضاءتها قويه جدا جدا. يا سلام. والله معناته اسمع، انت اقنعتني، انطيني من كل وحده ثنتين بدي اغير كل لمبات الدار، بدي اسرج الدار كلها اليوم لبسليم. يا الله ما احلى هالبيعه. هات هات من كل نوع ثنتين. ثنتين ها، اجيب لك ظرف. اذو يا لبسليم. يا سلام. هاي اللمبات ولا بلاش؟ كنت خايف يكون ضوها ضعيف. لا تخافيش ضوها مش ضعيف. يلا على المطبخ، كم لي اكل 100 جوع. يلا على راسي يا ابو سليم. يا راسك، وانا بتغير كل لمبات الدار اليوم بلمبات سراج. ما شاء الله بنتي بتدرس قاعده فعلا مع لمبات سراج، العلم نور. خليني يا بروح اغير كل لمبات الدار. ذوق الرفيع لمبة ليد سراج. وين ما تروح يا غيّة كل الضفّة الغربية، بالصيف وبالشتوية سراج اللمبة العصرية. لمبات ليد سراج الأفضل على الإطلاق، الأفضل على الإطلاق.